التماسيح هي حيوانات مفترسة قديمة ضخمة نجت من الديناصورات، ولم تتغير كثيرا خلال 200 مليون سنة الماضية. في الوقت الحالي لم يتمكنوا فقط من الاستقرار في جميع المناطق استوائية من الكوكب، ولكن في كثير منهم أخذوا مكانهم في قمة السلسلة الغذائية. اليوم سوف نتعرف على أكبر حيوان مفترس حديث قادر على التحرك على الأرض. تعرف على التمساح المياه المالحة، التمساح الأكثر عدوانية وخطورة في العالم، والذي يتمكن ليس فقط من السيطرة على المسطحات المائية العذبة ولكن أيضا التكثيف بشكل مثالي مع الحياة في المحيط. من بين جميع التماسيح الحديثة، يمتلك تمساح المياه المالحة أوسع نطاق يمكنك مقابلته على الساحل الشرقي للهند في جميع دول جنوب شرق آسيا تقريبا، وكذلك في شمال أستراليا. يمكن أن يستقر في أي مسطح مائي مناسب تقريبا، لكنه يفضل المناطق ذات المياه قليلة الملوحة مثل مصبات الأنهار والبحيرات ومستنقعات المنغروف. بالمقارنة مع التماسيح الأخرى، فإن تمساح المياه المالحة يتكيف بشكل سيء مع الحركة على الأرض، وعادة ما يترك الماء فقط لاستلقاء في الشمس أو وضع البيض. يبلغ طول أكبر تمساح من المياه المالحة والذي تم صيده على قيد الحياة حوالي 6 أمتار، وكتلته 1100 كيلوغرام، لكن تماسيح المياه المالحة يمكن أن تنمو إلى أحجام أكبر بكثير. تم العثور على جماجم وجلود تماسيح يمكن أن يصل طولها خلال الحياة إلى 7 أمتار وتزن حوالي 2 طن، وبحسب تقارير غير مؤكدة يمكن أن يتجاوز طول أكبر الأفراد 9 أمتار، ويمكن أن تصل الكتلة إلى 3 أطنان. يمتلك تمساح المياه المالحة أحد أقوى فكوك جميع الحيوانات الحديثة، متجاوزا حتى سمك القرش الأبيض الكبير في قوة العض. الحيتان القاتلة وحيتان العنبر هي الحيوانات الوحيدة التي يمكنها تجاوز تمساح المياه المالحة بقوة العض. تسمح أقوى الفكوك جنبا إلى جنب مع أسنان قوية بشكل لا يصدق للتماسيح بقتل الفارس الكبيرة جدا وتناولها دون أي أثر. حتى أقوى العظام يتم سحقها وابتلاعها وهضمها دون أي مشاكل. إذا كانت الفارسة أكبر من أن تبتلعها بالكامل، فإن التماسيح تمزقها أو تهز رأسها بشدة أو تستخدم تقنية تسمى دوران الموت، حيث يمسك التمساح بقطعة من الجثة بأسنانها ويلتف على طول محوره الجلد واللحوم. يمكن أن تفترس تماسيح المياه المالحة أي حيوان تقريبا. على سبيل المثال الغزلان والخنازير البرية والجاموس. في أستراليا غالبا ما تقتل تماسيح الحيوانات الأليفة بما في ذلك الأبقار والخيول، في بعض الأحيان حتى النمور البالغة التي تفاجأ أثناء السباحة تصبح ضحايا التماسيح. تمساح المياه المالحة أفضل من جميع التماسيح الأخرى التي تكيف مع الحياة في المياه المالحة. يحتوي على غدد ملح متطورة موجودة على اللسان وتسمح بإزالة الملح الزائد من الجسم. بفضل هذه الغدد تستطيع التماسيح البقاء في المحيط لعدة أشهر، بينما تتغلب على أكثر من 1000 كيلومتر. في الوقت نفسه لا تشرب التماسيح مياه البحر أبدا، حيث تحصل على كل السوائل الضرورية من فرائسها. في المحيط غالبا ما تصطاد التماسيح الأسماك الكبيرة والسلاحف البحرية،
والتي لا يتم إنقاذها حتى بواسطة قذيفة قوية. تقع مجموعة متنوعة من أسماك القرش بانتظام فارسة للتماسيح، على الرغم من فكيها القوي وأسنانها الحادة، فحتى أسماك القرش الكبيرة جدا لديها فرصة ضئيلة لمحاربة تمساح المياه المالحة من نفس الحجم. هناك حالة معروفة، عندما قتل تمساح طوله 6 أمتار، سمكة قرش بيضاء بطول 5.5 متر، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تهاجم التماسيح الدلافين وحتى الحيتان الصغيرة، وكذلك تأكل الجيف. يعد تمساح المياه المالحة من أكثر أنواع التماسيح عدوانية، بما في ذلك تجاه نظرائه، لكن ذكر منطقته الخاصة حيث تعيش عدة إناث. إنه يحمي هذه المنطقة من الذكور الآخرين إذا لزم الأمر، من خلال الانخراط معهم في معارك شرسة، وغالبا ما تنتهي بإصابات خطيرة أو حتى وفاة أحد التماسيح. ينتشل أكل لحوم البشر أيضا بين تماسيح المياه المالحة. من بين جميع أنواع التماسيح، تحتل تماسيح المياه المالحة المرتبة الأولى في عدد الهجمات المميتة على البشر. هم عمليا لا يخافون من الناس، وغالبا ما يعتبرونهم فريسة، حدث مسجل من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باعتبارها أكبر هجوم تمساح على الناس مرتبط بهم في فبراير 1945 خلال معركة جزيرة رامري. اجتذبت قوة هجومية برمائية بريطانيا 1000 جندي ياباني إلى مستنقعات المانغروف. كان الجنود اليابانيون مستعدين تماما للقتال في مثل هذه الظروف، لكن البريطانيين يشتبكوا معهم في القتال. اكتشفت المخابرات البريطانية أن مستنقعات المانغروف بالجزيرة كانت تعج بتماسيح المياه المالحة الضخمة، وبعد ذلك تقرر استدراج مفرزة يابانية هناك. بمجرد أن كان اليابانيون في المستنقعات، تعرضوا لهجوم التماسيح على الفور، على الرغم من كونهم